جالسة تبدع. أنا عارف اللي قلت مايكروفت قاعدة تلومنا، لكن يا جماعة نزلوا عندنا الضبع، نزلوا كلاب جديدة، نزلوا آيتم جديد أو بلوك جديدة تنقل الآيتمات كأنها هوبر. بصراحة مرة متحمس التعديل الجديد، فلا تنسوا لايك واشتراك وتابعوا قناتي، ترى قاعد أنزل يوميا مقطعين إلى مقطع، وفي ألعاب وفي ماينكرافت وسلسلة ماينكرافت رمضانية قريبا جدا. فلا تنسوا الاشتراك واللايك ويلا نبدأ. حلو، شغلنا اللعبة والآن عالم جديد ولازم نبحث عن الكلاب. الكلاب الآن رسما على حسب البايومات تقريبا 13 سنة وأنا ألعب هاللعبة الجميلة واللذيذة، ولا عمرهم غيروا الكلاب، ما تلاقيهم إلا بالفورس وأماكن معينة. لكن يا جماعة الآن البايومات كثيرة والكلاب راح ترسم الكثير. أوكي يا جماعة، أتوقع لازم نحتاج نستعمل قوتنا الخاصة ونكتب وو والآن رسمهم. هذا البايوم حاليا اسمه اللي هو الفورس. الفورس راح يرسم الكلب، اسمه الأسامي صعبة، فراح أسميه الكلب البني. أوكي، الكلب البني راح تلاقيه بالغابات، فحتى لما تروضه راح يكون لونه بني، ترى ما راح يتغير زي البسس. الآن البسس تلاقيهم لون معين، تلاقيه بقارية بس تروضه يطلع لك هذا اللون. نفس الشيء الكلاب الآن صار لها أشكال مرة كثيرة، 8 أشكال تقريبا. خلونا نشوف بلينز، ما أتوقع رسمهم بلينز. يا البلينز راح تلاقي الكلب العادي اللي كلنا نعرفه، هذا هو الكلب، هذا الكلب، هذاك البني. أوكي، أندر نوع الكلاب اللي دائما تلاقيهم لحالهم، دائما تلاقيهم فوق الجبال، الجبال العاتية، وتلاقيه عند الجبال المثلجة بس. يمكن بالصحراء، كنت بقول بالصحراء. يمكن اقرب لكم يا جماعه هذه البلوكه. اوكي، خلونا رسم واحد وراح تشوفونه، ودائما يكون الحاله على كلام ماينكرافت. شوف، مو بنت يا ولد، مستحيل يا جماعه، هذا هو رسمته. شوف كيف شكله، لونه كذا بيضاوي، وهو اسمه السنوي وولف. شوف لو رسمت هنا كلب عادي، لكن لو رحت هناك راح يجيك الكلب هذا. هذا دائما تلاقيه الحاله، فيعتبر من اندر الكلاب. طبعا معلومه بسيطه، لما نروض هذا الكلب عيونه ركزوا عليها تتغير، فكذا يصير له حاجه كذا معين عشان تعرف ان هذا مروض يعني، وايضا عنده حلق يعني. شفت اول مره تشوف كلب كذا شكل. اوكي، نروح للانواع الثانيه، ترى في انواع مره حلوه. قبل اروح للبايوم السافانا عشان اوريكم الضبع، ابى اروح للصحراء بشوف هل هو ايضا راح يرسم فيه الضبع. حس الصحراء فيها الضبع، خلوا نروح للصحراء ورسم كلب وراح يرسم هذا النوع من الكلاب. اوكي، ما في ضبع للاسف، اتوقع السافانا. خلوا نروح لوكيت بايوم. اوكي، وصلنا للسافانا، الان خلونا نرسم احد الكلاب، وهذا من افضل انواع، وهذا يا عيال مو راضي يرسمن، هو يا انه يرسمن بهنا. اتوقع اني غلطان، مو بالسافانا، بالبادلاند. اوكي، معلوماتي المتخربطه يا جماعه، من زمان ما لعبت ماينكرافت يعني، تمشوا معاي. اوكي، خلوا رسمن حبيبي، مستحيل. هو يقول لك وودد بادلاند، طيب هذا ما في وود، اتوقع عرفت النوع اللي يكون فيه شجر بالبادلاند. ما في بايوم اسمه وودد بادلاند، ولا في يمكن وودد بادلاند؟ اي والله في، حتى اول مره ادري ان هذا بايوم الحاله، اللي كنت احسبه بادلاند عادي. المهم هذا البايوم يا رب يطلع. بوم، ايوه هذا هو النوع، هذا من احلى انواع الكلاب يا جماعه. شوف كلب عباره عن ضبع يا جماعه، مستحيل هذا كلب، انا اشوفه ضبع يا اخي. انتوا تقولوا لي بالكومنتات، احس اضافوا كلب او ممكن الكلب الافريقي، الكلاب الافريقيه كذا، في كلاب الافريقيه في الامازون. طبعا ايضا هذا تقدر تروضه، عيونه تغيرت، هذا عيونه كذا وحشي. واو، عندي كلاب جديده يا جماعه، الضبع، روضت الضبع اخيرا يا اخي، ضبع ذا مو بكلب. الان يا جماعه بالبلاتو، سافانا بلاتو، راح يكون عندنا نوع جديد واللي هو سبوتد وولف. جاي يا جماعه كانه قطوه، قطوه برتقاليه. اوه شوف شكله، دايم المعصب، والله نار. طبعا هذا رسم مجموعات كبيره 4 إلى 5، وايضا تقدر تروضه، والله شكله مره حلو ذا، ذا عجبني. ايش تبغى شو كيوت يا جماعه، والله الديو، والله شكله رهيب. واحلى شيء ترى السافانا صار يرسم فيها شو اسمه ذا الارمديلو مره كثير، لاحظتوا هالشيء، كل ما ادخل السافانا الاقي ارمديلو كثير. احس ما رحنا للجنجل، اكيد الجنجل فيه بعد، لوكيت بايوم جنجل، اتوقع سبارس جنجل، سبارس جنجل. وش البيومات الجديده؟ ايضا هذا تلاقي نوع معين من الكلاب، غير البيومات ذي راح تلاقي الكلب العادي. سبارس اتوقع اوه ذي، وطبعا رسم من 2 إلى 4 من الكلاب الجديده. ايوه هذا هو، هذا الكلب يا جماعه، هذا كلب صدق. شوف الحين لو رسمناه هنا بيرسمن ولا لا؟ ايوه النوع الخامس، والله شكله مره حلو. اوه بس احلى واحد حق السافانا والبادلاند، ماذا كلب بني. اوكي هذا يا جماعه بايوم ايضا جديد، اولد جروث سبروس تايجا بايوم. بهذا البايوم الغريب راح نلاقي كلب نوع جديد من الكلاب، واتوقع البايوم هذا نادر نوعا ما، اللي هو التشستنات دوغ او وولف، عباره عن كلب بلون تعرفون التشستنات. إيه هذا هو، هذا اللون الجميل. طبعا الكلاب كلها ما تختلف عنها من ناحيه نقاط الاتش بي او الاتاك، كلهم نفس الشيء. سبا غرق ذا المسكين، بس تقريبا ماينكرافت ممكن تسوي هذا الشيء، مثلا النوع النادر يعطيك اتش بي مره كثير وما يموت بسرعه، اذا سويت هذا الشيء راح يكون مره خرافي. وايضا لو باين اولد
جروث. راح نروح للنوع السابع. واو وش المكان الجديد. اوكي خلونا نرسبنه ونشوف وش لونه. واو كلب اسود. اوكي عندنا الان الوان كثيره من الكلاب بس والله هذا شكله مره حلو. دقيقه خلونا نرسبن خروف شوف شكله. دام والله ينفع الكستم مابات ذا شوف مرعب. واو واخر نوع من الكلاب الجديده واللي هو هذا النوع. هذا يعتبر من اكثر الكلاب اللي راح تلاحظها بالعالم. بس بنفس الوقت يا جماعه شفتوا الكلاب اللي كنت ارسبنها واقول لكم ذا راح يكون مره موجود كثير، هذا ترى راح يكون نادر. فيعني اذا عندك كلاب من هالنوع احتفظ فيها. اما الان راح يكون عندنا انواع جديده وهذا راح يكون النوع اللي الكل راح يعرف، الكلب الخشبي. انا مره اشوف كلب خشب. معلش يا جماعه انا غلطت قلت هذاك اخر نوع، لكن اخر نوع يا جماعه واللي هو النوع المغبر. شوف الفرق، هذا الكلب العادي وهذا المغبر، وتلاقيه بالسنوي تايجر بايم. والله شكله دايم احلى بكثير يا جماعه. تروض تروض خلنا نسرق. والله رهيب شكله، كذا ازرق ما هو مغبر اصلا. شوف الكلب القديم. يلا 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 ايه اضرب اضرب. اوه كانه قوي يا جماعه. اضرب اضرب هي يا غبي اضرب اضربهم. ايه دايم والله صار قوي يا جماعه. لا مات. وشي موجود من سنه جدي وراح ينضاف لمايكرافت الجوال من غير مودات من غير اي شيء واللي هو هارد كور. اخيرا اصحاب مايكرافت الجوال يقدرون يلعبون هارد كور في تحديث 1.20.5. للمعلوميه هذا التحديث راح ينزل قبل 1.20.1 1.1. اخيرا احس ماينكرافت جالسه تسمع للاعبين لان كتبوا بالارتكل اللي منزلينه بالتحديث انه بيسوون شيء للجلو سكويد بيخلونه يضوي. لان الان لو نكتب تايم ست نايت اوكي وصار الليل ما يضوي بس شكله انه ما ياثر عليه الظلام لكن ما قاعد يضوي المنطقه. فهل هذا يعني انه راح يضيفون سيستم جديد للاضاءه ولا راح يعدلون على اللعبه اكثر؟ واخر شيء بوريكم صوره الشيء الجديد اللي نزلوا عنه واللي هو عباره عن كانه كونتينر ينقل ايتمات من جهه لجهه. الايتم كذا غريب ما ادري وش راح يكون صراحه. احس راح يكون كوندويت بس متغير او تشست ما ادري والله. بس صراحه احس التحديث الجديد راح يكون مره حلو. يمكن راح تعمل ماينكرافت بشكل مو طبيعي كذا اسوي سلسله ماينكرافتيه وسيرفر من جديد وسيرفر متابعين. الصراحه مره متحمس يعني للتحديث. فقولوا لي رايكم بالكومنتات ويلا نراكم على خير بالمقطع القادم. تابعوا المقاطع اللي نزلتها، نزلت مقاطع مره كثيره.